يا كبيرة برشة 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 تو نوت كوفر. ونرسي لفريقي جو اسام من ديما عملنا لي كادو كل ما هو دي برودوي يخص التكنولوجيا لي سمارت فون لي تابلت لي فابلت سمارت واتش سمارت باند تلقاهم اكيد كل عند الفريقي جو اسام. وحنا نودوكم بيان سور ديما بال لي كادو الوغ ريستي برونشي كيما العاده الجو لي جو نتاعنا بيان سور ديدي لي سائقي التاكسي الكل تحيه ليكم الناس الكل اللي معادلين بيان سور الموجه علينا على 90 3 هكا خليكم برونشي كيما العاده. احنا لوجو على اوبجي مالوزمون لوجي اللي لوجو عليه البارح ما جاناش الوغ اليوم كان نلقى لوجي مصعبه باهي تو نكتشفوا شنو لوجي اللي ان شاء الله هكا لوجو عليه بعد بشويه. سينون زيد تحيه كبيره برشا ليكيب الكل اللي تامن لكم الحصة لليوم. تحية لمدام سوسن دائما موجودة وحاضرة معنا في تنسيق المكالمات والإعداد. أيضا تحية كبيرة لزميلتنا أنس اللي انضمت لنا من توحة الستة متاع العشية. أيضا تحية كبيرة لزميلنا وسام القرقني اللي دائما على أهبة إسلعداد باش يعدينا الخبر وما فيه من السورس متاعه بيان سور. بعد شوية باش تكون معاه مصافحة من تونس العاصمة. سينو تحية زاد ليكيب تكنيك وعلى رأسهم أمنة بخيت اللي ديما هكا محفلت لنا الأجواء من ورا الكونسول. وتحية لسيف الدين بولاريس نورمالمون أنت من ورا الديجيتال ما نساش خويا. مرحبا بك بحذانا هوني. مرحبا سيف منور كالعادة ومعكم نور بيجي من قدام الميكرو. الوغ ليكيب كل تلمت راه خويا نورنا بالليكيب راه محلاها هكا كي تشوف محلاها شو ما عليهم هكا ليكيب منورين خويا وفايقين وعاملين بون كيف. الو مرحبا حمزه. مرحبا نور عسلامة. مرحبا بك نور. مرحبا بالكيف الكل اليوم تلم الشمل حسيلو وفي احمد كل مير. كل كل زملائنا اللي كما يقول امير في الحافله الناس كل برونشي على زهره الحياه كالعاده. اليوم جيناكم قضيات هكا خفاف مرزنين كما يقول كما يقول سي شادلي هكا ولا سي شادلي هكا هو عاد اليوم عاد قلنا نبدلوا شويه المود باش نختاروا حاجات هكا مزيانه كيك سوا في لي زيكستري اللي اخترناهم في الاغاني والحكايه اليوم زاد باش ياخذوا حكايه وعبره اليوم حكايه معناها خرافه وفيها عبره وان شاء الله تعمل فايده للناس الكل وخليكم برونشي ومرحبا بالناس الكل. الوغ انا شفت العنوان بالنسبه لحكايتك اليوم الوغ نتصور فيها برشا نعطيكم التيتر ميساج اللي هو كلام مؤذي وكلام موجع ولا يوجع. وربي بعد علينا. امين يا ربي امين. باش نعرفوا شنو هي الحكايه نتاع اليوم وشنو هي العبره منها وباش نعرفوا وباش نتعلموا كيفاش نحكيوا مع العباد. هذه حاجه باهيه بالطبيعه ديما راهو نحن كي باش نقولوا حاجه لهنا بالحق في من المنبر هذا راهو يلزمنا نحن نكونوا فعالين في المجتمع نكونوا نصلحوا. لكن اني ما ننساش روحي زاد كي باش نصلح ما ننساش روحي نقول باش نحكي لكم الحكايه اما اول واحد باش يحكي راني حكيتها لروحي وتمعنت وخرجت منها وان شاء الله تعمل فايده للناس الكل. يعطيك صحه حمزه وديما اكيد نتعلموا من الحكايات ومن العبر. الوغ معنا زاد امير اللي ديما محفلها وديما زاد يعطينا عبر من الحكايات. مرحبا امير. عسلامة نور ومرحبا كيف المستمعين الكل وعلى الحياه فام انا اللي يعجبني امير عرفت ما فهمتش كيفاش ما ينجمش يكون حشام امير ما تنجمش تكون حشام يا امير بالكل ما تنجمش مش حشام مش حشام سيدونيم تاع امير هو امير العاقل قعدت نخمم كان مش قعدت نخمم كان مش العبر نتاع حمزه شنو نعمل في حياتي فوالا حتى انا كنت نخمم اللي انت بتخرج بحاجه كيما هكا. مرحبا بك امير. ايوه مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا والزملاء في الحافله على اللي صار كالعاده منورينا بالله يخرجونا هكا وجوه محليها والفزيه. عندك سيف سيف ولا شيء لا تقلق لا تقلق صديقي انه باش يخرجك برونزي. سيف هذاك مولاي استوديو هكا الشمس ديما هكا زارقه ومنوره. سيف مولاي استوديو يعمل اللي يحب شعنا فيه كهو خويا. مرحبا باهي. مرحبا وفاء حمزه مرحبي. احمد العروي مرحبا سابقا اليوم كما العاده ان شاء الله الطلع على الساعه ولا الاوبجي اللي ان شاء الله يجيبوه ان شاء الله يجيب. امبارح ما جاش ترونتر واديس ترونتر واديس والله كنت نتصور كنت اتوقع يجيبوه. انا نهار الفرنك نور قلت باز شوف السيستم تاع اليوم الكل راهم ديجا
دخلتوش يعني زعما فما فما كلهم راهم اليوم انا انا ما كنتش نتصور اللي لفرانك باش نلقاو وفي الاخر لقينا قداش تفرانكي جابونا جابونا فرانكي برشا جيل قديم جيل قديم اي حتى في التاكسيات راهو حتى ترونتو الوديس نتاع الجيل القديم لا خلطنا عليه لن نسمح هذه 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 الجيل نتاع الجيل القديم اش قالت انس خلطت على ترونتو الوديس خلطنا عليه وشريناه وشريناه بالتقراق والنويح والغريد وشريناه بالتليفون علاش هذا الكل باش تلعبوا كدوده هذيك اللي تسرفوا ان شاء الله اليوم احمد ينوروا الوجه ويجيبوا له ان شاء الله اليوم هكا الوبجي اللي حشنا به هي ايوه الكويز ان شاء الله اليوم سيف يعمل مجهود وهو جماعه علي صار جوجل وكل شيء ان شاء الله يطلعوا لنا الكويز البارح انا اللي طلعت الشخصيه البارح يعطيني الصحه ان شاء الله اليوم سيف يجيب روحه ان شاء الله وكالعادة أمير قلبه معبي باش نحكيه على موضوع هام وحساس خطر جايين المدة الجاية عن استحقاقات سياسية وانتخابية نفهموا اللي يجي واللي ما يجيش ثم حويج ما تجيش صحيح بعد تحكيه عليهم صحيح تري بيان الوغ نستناوك بيان سور في الكويز وامير قلب معبي سينو المنبر الصغرون اللي معانا و برشا برشا احمد شفار معانا الوغ صعبتها عليهم يا احمد البارح صعبتها يا سر احمد ترون ترواديس قلت اليوم شو صعب قلت له قلهم فيق نور ريت نهارت اللي نقوم قل له ما يفون 14 صعب عليهم صعب الحكايه بيه ايوه سينو اليوم فما اوبجي لو جولي اوبجي اوبجي وقديم وقديم قديم ما عرفش نعدي طلعش شكل عصفور يخرج من 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 المونديال عمله قديمه درجه برشا في تونس عمله قديمه كانوا يستعملوا فيها ريال لا 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 فئه الدينارات فئه الدينارات فئه الدينارات مشيه برشا في تونس ومن بعد تقطع فرد قطع خليهم بعد خليهم بعد بي تري بيان الوغ نعاود نذكروا اللي زاد احمد ربش يكون معنا في فقره خاصه في جينيريشن زي اللي تهتم بالجيمنج لا 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 يا جماعه خليهم بعد تنقلوا انتم انتم خموا مليح مليح حتى جماعه اللي بحثنا هون لا والله صعبت علينا حتى على شنو اللوجو هذه هو البيوت لبحال كل الدعم للتاكسيات والله والله ربي معاهم انا معاكم انا ما تخافوش رانا معاكم 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 بقلب ورب تري بيان الوغ هذه كل نكتشفوا معك انت زاد احمد ولي بيان سور جبنا لوبجي مرحبا بيه يربح معنا الكادو نعاود نذكروا راهو هذه جو ديدي لي سيقي التاكسي سينون زاد الموضه والبارح تعلمنا الفتيات كيفاش يلبسوا على البودجي على البودجي امير البارح امير البارح راه لم كان 15 نمير معنا يلزموا فبدي اليوم ما عادش اليوم الاولاد مرحبا ربي فيهم مع السلامه 20000 الاولاد 20000 مع هذا اليوم باش نربيو الصنف الذكوري اللي معنا اللي بيطلب منهم بلوتو كيفاش قال لي اكثر من 20 ما ينفعش كافي زعما كافي وتزازي زي ايوا الوغ اليوم كيفاش نقتصدوا في اللبسه نتاعنا باقل مصاريف باقل المصاريف بالنسبه للرجال اليوم الوغ نكتشفوا اكيد معك انت وفي حصه ان شاء الله بتكون هكا مليانه ان شاء الله يا ربي الافاده تعم وبيان سور ان شاء الله الضحكه والفرهيده ديما موجوده معنا لكن بالكل كما العاده تختار لكم الموسيقى اللي باش تسمعوها وحمزه مشكور جدا اللي دائما هكا ساهر على التاشة ذي الحلوة وقدي إيمان يخو أراء وي لكيب تراهمنا سمعنا شعانا